إذا كنت تريد التوصل بجميع أخبار ومستجدات الوداد، تابع قناة الوداد على اليوتيوب. نقل جبران عميد الوداد دعم اللاعبين لعادل رمزي في ظل الظروف التي يمر بها الوداد. أكد موقع الكورة أن جبران أكد للمدرب عدم صحة ما يتم ترويج له بأن اللاعبين يتعمدون الظهور بمستوى ضعيف للإطاحة بعادل رمزي من منصبه. قالت مصادر خاصة أن جبران بمعية أناجم والعملود وهم قدماء الوداد تحدثوا مع رمزي في الحصة التدريبية التي تلت مباراة التويرقة لإظهار دعمهم الشديد لها، وأكدوا للمدرب أنهم سيتقاتلون معه كي يواصلوا مغامرته التدريبية الأولى بالمغرب. كان جبران وأناجم قد أصروا على إطلاق تصريحات تلفزيونية سارت في نفس الاتجاه بعد مباراة تويرقة لتلطيف الأجواء والتأكيد لرمزي على أنهم غير معنيين بشأن ما راج عن انقلاب عليه في الفترة الحالية، وهو ما قابله المدرب بارتياح شديد. ختم ذات المصدر أن جبران أبلغ رمزي أن اللاعبين سيتقاتلون في موقعة سيمبا التنزاني ولن يدخروا جهدا للعودة بنقاط انتصار التي ستصحح وضع الفريق وتقوي من فرص تأهل، مثلما ستقوي موقع رمزي بالجهاز الفني للوداد في ظل التتويج. إذا كنت تريد التوصل بجميع أخبار ومستجدات الوداد، تابع قناة الوداد على اليوتيوب.